السلام عليكم ميناتش كيفاش ديولي، مرحبا بكم والف مرحبا فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف صحه وبالف عافيه ان شاء الله، ودائما دعيت لكم الله يفرحكم ويفتح لكم ابواب الخير والرزق ويعطيكم يا ربي الصحه ديالكم كما تمنيتوا ويصلح لكم الوليدات كما كتشوفوا معنا. هذا الفيديو من قافلة الجديدة، مازال أجواء جديدة، مازالت مسالات ومازال الفيديوهات ديالها مازالين. اليوم كيفما كتشوفوا هذا الفيديو عند القائدة غزلان. القائدة غزلان استقبلت طاقة من أكاديجو وفتحت لنا البواب ديالها اللي قدرنا في المنزل ديالها نديروا الدورة التكوينية ديال شركة أكاديجو. ومن هنا كنشكر جميع القائدات اللي استقبلونا في جديدة وفتحوا لنا الأبواب ديالهم، واللي كانت منهم حتى هي القائدة سكينة اللي أكيد إن شاء الله الفيديو القادم غادي يكون منزل القائدة سكينة. بنات أكاديجو الفيديو غزال غزال وتبعوه حتى الآخر. الدورة التكوينية اللي داروها قائدات أكاديجو كانت رائعة وكانت في المستوى، وكل شيء تسافر وكل شيء خرجوا طاقة إيجابية. وبقوا قائدات أكاديجو قدوة لهم وعرفوا أن الحقيقة مع أكاديجو الحقيقة ماشي خيال، أن الخدمة مع أكاديجو ذاتها هي قوة وطاقة لكل مرأة بغت بذاتها وبغت أحلامها، خصوصا النساء اللي جالسين في البيوت، النساء اللي عندهم وضعية صعيبة. فنهار من نهار شركة أكاديجو كتفتح لكم الأبواب ديالها وكتدعم كل سيدة، أي سيدة كتحلم أن تكون عندها صالير أو مندة شخصية. فمع أكاديجو إلا خدمتي معانا وعريتي على دراعك أكيد غادي توصلي لهذه الخلصة الشهرية اللي كتحلم بها كل ربة منزل، كل سيدة مقابلة بذاتها. فما تزربيوش وبقاو معنا الفيديو كثير بزاف وكله إفادة وقوة ونشاط، ونبقاو مع التفاصيل من البداية. البنات مرحبا بكم، مرحبا بكم. كيف ما قلت لكم البنات ان شاء الله غادي نخدموا هذه المره غادي نحاولوا اننا كنا في الجروب نديروا واحد البلانين ونخدموا على بعضياتنا. اليوم كيف ما قلت لكم انا من قلب الحادث من البلاصه، يعني درنا دراسات واي وحده كانت ناجحه. شوفوا انا دابا الجروب ديالي تبارك الله شحال من وحده انتم كاينين، شحال من وحده طالعه، ماشي بزاف البنات. علاش انتم؟ انا دابا شفت ريزومات اخرين والله حتى جاتني الغيره، كل وحده عندها خمسة ستة البنات ديالها دي زويتها الفان. هو اول حلم ديال كل وحده انها تخرج شركه وتسمع لي باغا كنقول لك بلي ماشي صعيب، الحمد لله. سهل انك تكوني حتى انت سيده ناجحه. الحمد لله صراحه. راسك عطي فرصه لنفسك وكوني على راسك، سيختو فاش كتلقاي شركه بحال هكا اللي كتشد بيديك اللي كتعرف. فوالا. بوش راه خذي البنات صوره على بواتي وديال الشركه ديال اكاديجو. الحمد لله اننا كندي بلاصه الطوموبيل ديالنا ديال الشركه كيف ما كتشوفوا. يعني كان واحد الحلم اللي هوايا كان ديال غادي الا عرفتيني ولا كنتي مرا وصباره، راه ماشي اي وحده كتحقق تقدر توصل لهذا الكنز الا بالصبر، والدليل ها هما البنات معانا. كيف ما كتشوفوا معايا القائده الالهام، هذه هي الكيوت ديالنا طيك حبيبتي ما شاء الله عليها تبارك الله. وتنتي قائده اسم على مسمى، كما شفتوا البنات بارطاجينا معكم بزاف ديال لا فيديو. حنا الان ان شاء الله كنتوجهوا لمدينه جديده الوغ كاينين سيدي بوزيد، عندنا في الجديده واحد الدوره تكوينيه بخصوص يعني على حول الشركه ديال اكاديجو كامله بصفه عامه، وغنستضيفوا تما بزاف ديال الناس كيتسناو من الان اننا نعطيوهم فورماسيون وغادي تكونوا حاضرين معنا في اللايف وغتبعوا معنا بزاف ديال الحوايج زوينين. دائما الاجمل والاحلى كيكون مع اكاديجو. قافله اكاديجو في استمرار، حنا ان شاء الله دابا متوجهين للمقر اللي غادي نديرو فيه ان شاء الله الندوه التكوينيه ديالنا بمدينه الجديده. معنا القائده بشرى، القائده الهام، والقائده نزهه، ورئيسه الندوه مدام كريمه. ان شاء الله دعيو معنا البنات يدوز كلشي بخير وعلى خير. ومن هنا كنقول لكم البارح انا ربت بيت واليوم انا باقره ربت بيت. اليوم ندوه اللي كاينه في الجشتنا، وحنا غاديين انا يا عمري
هذه المجموعه البنات خطيره للشعر بالنسبه للناس اللي كيطيح لهم شعرهم. انا كنت كندير شعري بحال هكا كيهبط لي كله في يدي، يعني صافي كنت نقول غادي نقرع ولا غادي توقع ليا شي حاجه. من بعد من ملي هو ان كاين هذيك الخلفه في الشعر، الا لاحظتوها انتم تلقاو شعري من هنا كاينه هذه الخلفه هذه الصغيره من هنايا، يعني الخلفه كتنور وليت كنحس بشعري هنا قوي وهنا باقي ضعيف، انا باقي ما طواش، يعني الخلفه بانت ليا في شعري. يعني البنات هاد المجموعه هادي يعني اللي كيطيح ليها شعرات مسح له كيقوي الزغبه، يعني الزغبه كتطلع صحيحه وتا الفروه ديال الشعر، يعني المسام ديال الشعر ما كيبقاوش محلولين بزاف، يعني الشعر كيطلع انا باش كنخليو المسحوج هنا من الماكياج كناخذ الماء ديال الماكياج. هذا اللي زوين البنات كلايزين ميلك، هذا منظف وفي نفس الوقت كريمي. هاد كلايزين ميلك البنات اللي زوين فيه انك ما تغسليش وجهك، كتمسحي بيه يعني كيحيد لك كاع الشوائب من وجهك، بحال غسلتي وجهك بحال سكتي وجهك فوالا، كتنظفي وجهك وفي نفس الوقت راكي درتي كريم فوالا كلايزين ميلك، يعني في نفس الوقت راكي درتي مرطب ودرتي كريم وغديتي البشره ديالك، يعني مسحي بيه وبلا ما بغيتيش ديري حتى شي حاجه عادي كتبقى بشرتك زوينه وصافيه. وبطبيعه الحال تقدري ديري مورا شي ماسك فوالا، انا قلت لك هذه عكستي وما عندك والو صراحه، ما تسالاش حتى الام ديالها. شكرا إلى جا إلى جا سيدنا محمد الله معاه جا العالي. وصراحة أنا جاني واحد الإحساس أنني كتبت واحد العائلة جديدة، مرة أخرى نجي جديدة بعيني مغمضة. مرحبا بكم كلكم، كان خير صراحة كنا غنديروا واحد بسي طنبولة، كنا غادي نديروها اسئله ديال الخدمه، ولكن بان لي انه الاغلبيه فيكم جداد ما مسجلينش ما داخلينش معنا في لي جروب، يعني باش ما نديروش شي حاجه معجزه بالنسبه لكم غادي نديروا قرعه على حساب لي نيميرو اللي خديتو صافي. بنات اكابي الجودة والكرامة هادي راه قاعدة إلهاك خدي عشرة يلا سالا نهز شي وحده من كل عشرة لا سيري صباحا نهز سالا شي وحده نربح شي وحده انا كندير غير هكا من فوق غير تبايله ما كاتبش الحجم سير صباحا نختار ستة ايه بصحة تسيرفونا شكيلة باس ديالي كيف ما شفتوا الحفل كان رائع، واللي زوين في هذه الحفلة ان كانوا دي كادو وفازت اكثر من 10 العيالات اللي فازوا كل وحدة واش من فازت درنا قرعة عشوائية، يعني اختارنا الارقام فازوا بنات مشتركين مع الشركة وفازوا ايضا ناس اول مرة كيتعرفوا على الشركة، كل وحدة فرحت بالكادو ديالها اكيد. وما شاء الله بنات اكابيجو كانوا في المستوى كل وحده، وشنو جابت معاها يعني القائده غزلان صايبت لنا الكيك ديال اكابيجو الحليوات، يعني اللي زوين في اكابيجو ان البنات كيتعاونوا وخلقنا هاد الفرصه التدريبيه اللي استافدوا منها البنات بزاف. واليوم حنا بعيد الميلاد ديال القائده بشرى بخير وسنة ان شاء الله وسنة عيد الميلاد ديالك. اها فرحي براسك
ولكن رجعي اشنو درتي فديك السنه؟ واش فعلا حققتي نجاح؟ قولي الحلوه ما حققتيش نجاح بكي على راسك حيت داز عام من حياتك وانت ما درتي والو. طبيعه الحال الحمد لله حققت نجاح. كانت الحلوه كامله وخلات الحلوه بنتك. كون الحلوه معاك. ايوا هنادي هنادي غتبقى الحلوه. الحمد لله اللهم لك الحمد. شكرا لكم بزاف بزاف الله يخطيكم. عزيزه وغاليه ودائما مع اكابيجو ديما الى القمه. المهمات ديالي الشكيليطات ديالي بنات اكابيجو قائدات اكابيجو كانت هذه اجواء الاحتفال عند القائده غزلان في مدينه جديده. نتمنى تعجبكم وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو واللايك اكيد باش دائما يوصلكم جديد فل وياسمين. الله الله والنبي.